انهيار الصدري بشكل او باخر سيد عصام. يعتقد انه هو راح يجيب المقاعد الكافيه لان يكون منه رئيس وزراء الصدري القح بين اقتباسين، لو هو عنده خطه وخارطه تحالفيه جديده وتفاهمات قد تقربه من كتل اخرى. تقول احنا وصلنا لمرحله اختيار الاسم وتجاوزناها، الموضوع محسوم. انحسم بالثقه بجمهوركم انه ينتخب 165 نائب، لو لا اكو تقاربات مع اخرين ممكن تؤدي الى هاي النتيجه. اولا احنا 99 مرشح. 99 شنو؟ مرشح. زين. داخل الانتخابات. زين. يعني 165 مستحيله. كانوا 63 قبل شهرين. 63 وبعدين دخلنا اخر ساعه. 99. صاروا 99. شقد يفوزون منهم؟ حسب التقسيم احنا يعني جمهورنا منضبط جدا. ممتاز، شقد تقريبا يفوزون؟ بالله قول لي عليك. يعني التقارير الاوليه. شو تقول؟ يعني بسهوله 73. بسهوله 73. 73. واذا شويه شديت وتوصل 80. 80 طبعا. يعني لان هاي لعبتنا، لعبه الوحدات الاداريه لعبتنا. اولا عندي يعني مثلا سيد الكاظمي مثلا، يعني ذهب يعني بالمسار الخاطئ وعليه ان يتذكر تجربه العبادي. زين. عام 2018. زين. وين ادى اليه؟ فهو عمليه تفاهماته الاخيره اعتقد ذهب بالمسار الخاطئ. بس ما اعبر لك اياها، توضح ليها شنو يعني التفاهمات الاخيره؟ بدها توصل رساله ورسائل لا مشفره. يعني السيد الكاظمي، السيد الكاظمي انه يعني العبادي اخذ وعود من الشرق والغرب. العبادي ب 2018 اقترب من السيد مقتدى وبعدين راح بمساحه ثانيه. راح بمساحه ثانيه، اخذ وعود ورا يومين هذه الوعود انبلعت. زين. السيد الكاظمي ايضا اخذ وعود، فاقول له انه وصل، رحت وصلت للمسار الخاطئ، عليك ان تعدل مسارك في المرحله المقبله. هاي اليوم والبارحه، لان ادري بها والبارحه الامور زينه. لا لا صار لها فتره انه يعدل مساره بينه وبين الكاظم يعني شيء. لا لا يعدل مساره، يعني لان المسار الذهبي مسار خاطئ العبادي. نفس مسار العبادي طبعا. زين. اوصلوا للعشر مقاعد. ايه؟ والوعود اللي انطوها الجماعه تبلع ورا دقيقه، يعني مجرد ان يخرجون تنبلع. انطوها الجماعه مقابل شنو؟ يعني مقابل ولايه ثانيه لعل انه عباله. شعرف التفهمي ثقيل، اني دير بالك علي. لا لا يعني طو عود بولايه، طو عود، طو عود، طو عود بولايه. من هم؟ من هم؟ ما اعرف من هم يا اخوي. ايران مثلا. منو؟ ايران. ايران. زين. اي طو عود بولايه وطلبوا منا مجموعه اشياء، وهذا دير بالك على روحك. يعني الموضوع اللي ذكر العبادي، تجربه العبادي تجربه ممتازه انه يراجعها ويشوف. جيد. انا ما اخفيك سر، البعض كان يعتقد انه التيار الصدري يقولون رئاسه الوزراء لنا، مو شرط رئيس الوزراء صدري، لا ممكن نفس الكاظمي يعاد بمباركة صدرية أو 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 يعني ليس بمستوى الطموح. ليس بمستوى الطموح. نعم. محضرين بديل طبعا. من هو؟ يوجد بديل. من هو؟ شخصية حلوة مرتبة شابة. شابة طبعا. السيد حاكم الزاملي يقول رئيس الوزراء الصدري القح راح يسوي العراق ماليزيا وسنغافورة. لا لا هذا التصريح حتى سيد مقتدى ما قبل عليها، مو بهالصورة هاي. اوكي مو سنغافورة. لا لا ولا سنغافورة. أوكي أوكي ولا خالي انا هسه خليني اجيك وحدة وحدة. انا اريدك قابل تسويني منو اي بلد تختاره انت سويني، ما يخاف بس طلعني من هذا. يعني هو انا سؤالي وين؟ سؤالي هل الثقة هاي يا اخي؟ عندكم برنامج، عندكم رؤية، عندكم كوادر، بنيتوا دول قبل واحنا ما ندري، وفهمونا حتى نفتهم. يعني احنا بالنسبه انك يعني كتيار صدري لدينا تجارب ناجحه في بعض الوزارات. زين. لدينا ادارات لبعض الاعمال الشعبيه وغيرها كانت ادارتنا ناجحه جدا. زين. عندنا مجموعه من الاداره، مجموعه من الشباب السياسيين ممكن. زين. ان ينتقلون بمرحله مرحلة المقبلة، مرحلة أكبر من التصورات السابقة. ممتاز. اللي عن التيار الصدري. جيد. إحنا مرحلة السلطة والوصول إلى الحكومة أعتقد يحتاج لها تفكير كبير. باعتبار أنه لدينا خصوم سياسيين تصور أنه مثلا مشكلة بسيطة يحولوها إلى ترند. مشكلة بسيطة بالشارع. زين. تتحول لترند. تتحول إلى ترند. يعني أنه عندهم الإعلام اللي يقدر. أن يشوش على التيار الصدري، وممكن انه عندهم اعلام ممكن ان يطلع تظاهرات على التيار الصدري باعتبار صناعه مثلا موسم الصيف، وتعرف هذا ممكن انه تستغل عواطف الناس بسهوله وتطلع. لذلك التيار الصدري عازم في المرحله المقبله ببرنامج يطبق في اول ست شهور. هذا البرنامج اول ست شهور، هذا البرنامج بحيث انه يرضي هذه الجماهير رضا تام. هذا الشيء تقول لي وين البرنامج؟ البرنامج راح يعلن عنه بعد ايام.
راح انتخب مؤتمر صار هسان اقتنعت راح انتخب لا لا حقيقه هاي حقيقه اخويا بست اشهر تحل مشكله العراق مو مشكله صار. العراق ها. لا لا المشاكل مجموعه اشياء مركز مشاكل اللي يعاني منها الشعب العراقي زين يعني اكو مشاكل مركز عليها الشعب العراقي هاي الى متى الحل تبقى المشاكل مستمره ممتاز. لاربع سنوات يعني احنا ما عندنا ممتاز انا اكره العصا السحريه للعلم ممتاز.